سي الشرقي، مرحبا بك. بعد قبل ما نبداو في المحور الفني، هضرنا على هذا الفضاء اللي كتجمع فيه ألمع النجوم وتيجيو عندك من 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 عديد من المدن المغربيه. اولا شكرا هبه بريس اللي جات لمدينه بسليمان. الحمد لله هذا الفضاء الادبي والفني لاكوميدي بمدينه بسليمان اصبح معروف ليس على الصعيد الوطني بل على الصعيد الدولي. لماذا على الصعيد الدولي؟ لان مؤخرا كانت مسابقه ديال الشارقه وكان شارك فيها الفنان والمنشد ابن مدينه بسليمان السياسي الشهب، وكان تصوير البث مباشر من هنا من هذا الفضاء، كان ساتيليت هنا في هذه البلاصه كان محطوط، ويعني تشاف هذا الفضاء الادبي والفني لاكوميدي في جميع اقطار المعمور. والحمد لله هذا الفضاء هذا الفضل كيرجع من بعد الله سبحانه وتعالى للناس اللي مهتمين بالفن وبالثقافه وبالرياضه وبالسياسه. اول ما كان العوده ديالي من ديار اسبانيا جاتني فكره هنايا باش ندير فضاء ادبي وفني، لان مدينه بسليمان هذا اول فضاء ادبي وفني. ربما كانوا من قبل ولكن ما استمروش، حنا استمرينا بالصبر واستمرينا بالعمل. فضاء اللي يجمع نخبه من الفنانين من المثقفين، وهنايا كان مهرجان الوطني للزجل اللي كدير وزاره الثقافه والاتصال تحت رعايه الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس صلوا الله، هنا في هاد فهاد 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 الاسباس داروا عده تظاهرات فنيه، كانوا عده فنانين الحمد لله اللي كانت انطلاقه ديالهم من الفضاء الادبي والفني لاكوميدي، عده صحفيين، عده رياضيين. هذا كنسميه زاويه، علاش؟ لانه مجمع الخير كيتجمعوا فيه اصدقاء عائلات، والحمد لله اللي كنتمنى من العلي القدير يعني نكون في حسن الظن ديال هاد الناس، لان لا اقول هذا فضائي، بالعكس هذا فضاء ديال المدينه، فضاء ديال الزوار، فضاء ديال المثقف، فضاء ديال الرياضي. سي الشرقي، بحكمكم بارئ في التمثيل الفكاهه، اين وصل تمثيل الفكاهه؟ يعني الفن الفكاهي في المغرب؟ بكل صراحة الفكاهة عندنا في المغرب يعني المغاربة عندهم فكاهة في الدم يعني، ومن أصعب الأشياء هم الضحك، لأن الواحد لا بغيتي تبكيه يعني تقول لي غير واحد باراه مريض ولا باه مات غيبكي، ولكن باش غضحكوا أصعب شيء. الفكاهة عندنا بدات يعني كتطور الحمد لله مع الشباب الصاعدين. بكل صراحة خصنا تكون واحد الثقة وواحد الاعتراف، اللي كينقصنا هو الاعتراف، كنقولوا لا هادو غير يلاه جاوا ولا احسن منا هادو، لا بالعكس حنا دوزنا الحق ديالنا ومازال يعني كنزيدوا نتعلموا ونزيدوا نشوفوا، وشفنا لأن الفكاهة تطورت الحمد لله. كتشوف هاد الشباب هادو كيبحثوا على مواضيع، كيبحثوا كيجتهدوا بكل صراحة. للاسف الشديد هو اللي كيبقى في كل حال هو كعبد ربي ولا كعده فنانين مغاربه، هاد الناس هادو كتلقى الفن كي عندهم في الدم، والفن عندهم مهنه وليست هوايه. هذا هو اللي كيبقى فيه الحال، الناس كتسنى مثلا هذاك السلسله ولا مسلسل ولا عمل مسرحي ولا هذا، كيبقى فيه الحال كثيرا ملي كنشوف خوتي الفنانه جالسين يعني بدون عمل. فكنتمنى من العلي القدير من هاد المخرجين ومن هاد المنتجين يعني دائما يفكروا في الاجيال القديمه، لانه الاجيال القديمه ماشي غيتعاطفوا معاهم، بالعكس بانهم عندهم ما يقولوا وعندهم يعني قوه ديالهم الحمد لله في الساحه الفنيه. هذا هو اللي كنتمناه ان شاء الله. الحمد لله انت باقي في عز الشباب ديالك وتعتبرتي من الفنانه ديال الزمن الجميل اللي ما كيتقبلوهاش الفنانين بزاف. دابا غنقول لك انا عندي 28 سنه ديال في هذا الميدان هذا، راه شرفت، انا درت نظاظر 2018 دخلت هي غير بروتكسيون ما تخافوش. انا عندي غيره كبيره على الفنانين القدام، انا هذوك الاساتذه ديالي وتربيت معاهم وتعلمت معاهم وكنحترمهم. من هذا المنبر ديالي بابريس كنتمنوا الشفاء العاجل للفنان ديالنا عبد الرحيم التونسي والسي احمد الصعري والسي عبد الجبار الوزير. هادو اش غنقول لك، هادو هما اذا كانوا المصريين كيقول لك حنا عندنا الاهرام، هادو جبال من جبال الشامخه. والاخ عبد القادر مطاع اللي شفتو في بابريس يعني ماشي غنقول لك بقى في الحال وتازمت كثير يعني نفسانيا، يعني هذا الفنان كبير بزاف. على ذكر هاد الامراض وهاد الممثلين اللي كتشوف مثلا الحاله الصحيه ديالهم، اعطوا الشيء الكثير للمغرب وقدموا رساله جد مهمه، وفي الاخير كتشوف الحاله الصحيه وكتشوف كيبداو يعني كيعانيوا معاناه، كيفاش كيفكر السي الشرقي كممثل في النهايه ديالو؟
انا ماشي استثمرت في الفن، انا استثمرت في اشياء اخرى من بين هذا الفضاء الادبي والفني لاكوميدي. ودائما كنقول انا صعيب عليا باش نستثمر في الفن، لانه ما غنقدرش على هذا الميدان، لان هذا الميدان فيه مافيات خطيره. اذا كانوا الغرب عندهم مافيات بالفلاده ديالهم، حنا هادو عندهم مافيات خطيره. هما كيكسبوا علاقات في التلفزيون، كيكسبوا علاقات مع ناس في الثقافه، معنا في وزاره الاتصال. انت كتشوف من بعد ما كتعرفهاش باش مسقيه، كتولي غير مربع يدك وكتشوف حتى كيبان لك راه عطاو سلسله فيها 30 حلقه، ولا عطاوه مثلا مسلسل، ولا سيت كوم الى اخره. حنا ما غنقدوش على هذا الشيء. حنا انا كنهضر على نفسي كشرقي الساروتي، ممثل ومخرج مسرحي، صعيب عليا بزاف هاد الناس. شنو السبب ديال هذا الاقصاء اللي ربما كتعتبروه انتم اقصاء؟ حنا كصحفيين ما كنعرفوش اش في الكواليس، ولكن ربما انتم كتعتبروه اقصاء او حيف، يعني شنو هي هاد الاسباب؟ الاسباب واحد الوقت كانت الشركه الوطنيه لاذاعه والتلفزه المغربيه والقناه الثانيه هما اللي كيتكلفوا بالانتاج. هذاك الوقت كان الممثل كيخدم، يعني كيمشي كيتصلوا بالتلفزيون كيجي كيخدم، وكانوا يعني كانوا كاع الممثلين محركين مسرحيا ولا تلفزيونيا، كانت عروض مسرحيه كتاخذ القناه الاولى والثانيه الى اخره. في هذا الوقت اللي احنا فيه دابا تقريبا من 2000 ومن 2000 2002، يعني ولاو شركات منفذين الانتاج ماشي منتجين، منفذين، ولاو هما كيديروا ما بغاو، ولاو لي كليك، كل واحد عنده الطبقه ديالو. كيقول لي انا جاتني سيت كوم نعيط على هاد الناس ديالي، راه غتمشي للبيروات ديالهم راه دايرينهم كاستينغ بلا ما كيدير يكون الكاستينغ، عازلينهم حاطينهم هاد الناس هما اللي خصهم يدوزوا معنا في سميتهم. ملي كيقولوا مثلا المسلسل كيقول لي راه عندنا الناس ديالنا ديال هاد المسلسل هما محطوطين. للاسف الشديد راه هذا هو الغلط. يعني ملي كنشوفوا هذوك المنتجين يعني محتكرين واحد الفئه معينه ديال الفنانين، ملي كنشوفوا السلسلات في القناه الثانيه مثلا كنشوفوها مثلا في رمضان، راه الناس اللي كتفرج كيقول لك راه كيتبدلوا غير العناوين، راه نفس المواضيع، نفس الممثلين، نفس الشخصيات، العنوان اللي كيتبدل. كتفرج في السنه اللي ماضيه وكتفرج هذه السنه كتقول راه هو هذاك الشيء كوبي كولي، ما حتى حاجه ما كتبدل. انا لست ضد الفنان، بالعكس انا نفرح الفنان نشوفه ماشي غير في رمضان، نشوفه يعني يوميا في التلفزيون. ولكن انا دائما اقول انا خاص المنتجين وهاد المخرجين يردوا البال ويهتموا بالفنان، ماشي حتى كيموت الفنان عاد كيجي هذاك المخرج اللي عمره ما عيط ليه وكيجي كيعزي في ولادو، والله الا بقى فينا الفلان الله يرحمه هذا وهذا، بلا ما تجي راه عايقين بك بانك ما كنتيش عمرك ما عيطت عليه. حنا شمينا شي خبيره ديال واحد التظاهره اللي غتكون اكبر تظاهره؟ كنتمنوا من العلي القدير التظاهره الفنيه بمدينه بسليمان، ومدينه بسليمان يعني انا كنحمق عليها وكنحمق على المغرب كامل. مدينه بسليمان كنوجدوا ان شاء الله المهرجان الوطني للفكاهه اللي غيكون كوميك بن سليمان، اللي غيكون كاستينغ في المغرب كامل، وغنعزلوا منه ان شاء الله واحد 24 شاب وشابه اللي غيشاركوا هنايا، وغيكون نخبه من الكوميديين المغاربه المعروفين الحمد لله مغاربه ديالنا وخوتنا، وغيكون كذلك هاد الكوميديين اللي غيكون منه الاول والثاني والثالث، وغيكون تكريم ديال الفنانين الكبار ان شاء الله، منهم الفنان عبد القادر المطاع والفنان الفنانه فاطمه والشاي، من بين هاد الاسماء اللي غيكونوا في هادو اساتذه ديالي. انا كنقولها الاساتذه ديالي هذوك الناس. انا عندي واحد المثل كيقول خويا في الحرفه سيدي، هذوك سيادي وكنعتز بهم وكنقدرهم، وهذاك هذا المكان هذا دائما كيجي لي عبد القادر المطاع. فاطمه والشاي لما اتصلت بها قلت لها غيكون عندك واحد التكريم، رحبات بالفكره وقالت لي بالعكس انا جد مسروره باش هذا المهرجان غيديروا فنان وانا جايه مرتاحه. واش كتوخى من هذه التظاهره الكبيره اللي غادي تعمل؟ هذا التظاهرة الفنية للمهرجان الوطني للفكاهة بغينا ياخذ واحد الطابع جميل، لأن هنا درنا ليالي الفكاهة، درنا سبعة رجال عبر ربوع المملكة المغربية، ولكن باقي هذا الحلم الوحيد ديالي أنايا. يعني كنت مدير فني لعدة مهرجانات وطنية، من بينهم مهرجان خريب كاك اللي الدورة الثانية، مهرجان سنوسية، مهرجان أميز دافريك في الإسبان، عدة مهرجانات، ولكن بغيت يكون مهرجان بمدينة بسليمان ومهرجان ديال الكوميديا. كاين مهرجانات الحمد لله في مدينة بسليمان، منهم مهرجان إنصاف اللي كنت مدير فني ديال الدورة الأولى، وها هو الحمد لله في الدورة الثالثة، كنتمناو ليه التوفيق والنجاح إن شاء الله، لكن بغينا الفكاهة تاخذ الحق ديالها في مدينة بسليمان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.